بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مراسلو النيل، تقارير مع مراسلينا بنكون حريصين ان نجيبها لكم من مختلف الأنحاء والأماكن. مشاهدينا هيكون معانا في أول جولة هو من داخل منزل صغير في منشية البكري تحديدا، عاش الزعيم جمال عبد الناصر وكمان معاه أسرته. قرارات غيرت مجرى التاريخ، أحداث ولحظات مصيرية شهد عليها جدران منزل الأمة في منشية البكري. في متحف الزعيم جمال عبد الناصر مقتنيات للرئيس تخلد ذكراه، تحكي فترة غيرت من شكل الحياة في مصر. من منشية البكري هنروح لمنطقة الزمالك، صرح ثقافي بيعود إشعاعه ينير الخريطة الثقافية في مصر من خلال قصر الأميرة عائشة فهمي، واللي عاد بعد ترميمه ليواصل دوره كمجمع للفنون وأحد أهم مواقع عرض الفنون التشكيلية والبصرية. أما تقريرنا الأخير معاكم النهاردة هيدخل بينا لعالم آخر بعيد عن المتاحف والأسور، لعالم ليه قواعده وأصوله. تشعر وانت داخل لهذا العالم انك انتقلت لعالم الأساطير وربما الحكايات القديمة. العلاقة اللي هتشوفها وانت بالقرب من غية حمام بين هذا الطائر الجميل وصاحبه هتنعش بداخلك حكايات قديمة عن علاقة الحمام بالملوك والأمراء والسلام. من أشهر الأماكن في القاهرة المعروفة بهواة تربية الحمام هي منشية البكري أو منشية ناصر وغية كوكا. هنقضي معاكم وقفتنا الأخيرة. داخل بيت بمعسكر الحرس الجمهوري في منطقة منشية البكري عاش الزعيم جمال عبد الناصر وأسرته. قرارات مصيرية، لحظات نصر، لحظات هزيمة، زيارات زعماء العالم، تاريخ طويل، تحكيه جدران المنزل واللي شهد 18 سنة من حكم الرئيس الراحل واللي أهدته أسرته للدولة بعد وفاة السيدة تحية زوجة الرئيس الراحل، ليتحول هذا المكان لمتحف يحكي قصة حياة وكفاح وطن. محمود العزالي مراسل النيل في متحف الرئيس جمال عبد الناصر. عاصرته أم لم تعاصر فجره؟ لن يخلو قلبك من حلمه المترامي. فتش زوايا القلب وحطم قيدها. هل ينكر التاريخ وقائع الأيام؟ جدل يصاحب دائما سير الكبار، وفي الملاحم حضورهم إلزامي. السيد الزعيم جمال عبد الناصر ما كانش مجرد زعيم لدولة أو جمهورية مصر العربية، وإنما كان زعيم الأمة العربية، فكان ليه محبي في العالم كله على الإطار المحلي، على الإطار العربي، وعلى الإطار الدولي. فكان مهم كتير إنه يكون في حاجة بتخلد ذكرى السيد الزعيم، مش فقط قراراته أو الفيديوهات الخاصة به أو الوثائق اللي كانت موجودة في عصره، وإنما بيته وحياته والجزء الإنساني الخاص به. ولذلك تم إنشاء المتحف اللي بيخلد هذه الذكرى. إحنا الجزء اللي إحنا موجودين فيه حاليا ده الدور الأرضي من منشية البكري، الجزء الرئيسي الخاص بفيلة السيد الزعيم، والجناح اللي إحنا موجودين فيه حاليا ده الصالون الخاص بالسيد الزعيم، واللي لسه زي ما هو على حالته بالأثاث الخاص بيه، وهو مكون من جزئين. الجزء الرئيسي أو الجزء الكبير ده اللي كان بيقعد فيه السيد الزعيم وأسرته وأصدقائه وكمان رؤساء الدول والأصدقاء اللي كان بيجمع ما بينهم وبين السيد الزعيم علاقة قوية. فنلاقي السيد الزعيم جمال عبد الناصر حتى احتفظ ببعض صور أصدقائه اللي منهم تيتو رئيس يوغوسلافيا، نهرو من الهند، أنديرا غاندي من الهند، عبد السلام عارف من العراق، نكروما من غانا، والكثير من الأصدقاء اللي كان بيجمعهم بعلاقة قوية. أما الجزء الثاني من الصالون فهو جزء أصغر من الجزء اللي احنا موجودين فيه حاليا، وكانت بتستقبل فيه السيدة تحية كاظم زوجة السيد الزعيم السيدات الأول زوجات السادة الرؤساء في الصالون دوت. ده المكتب الرئاسي الخاص بالسيد الزعيم، وده برضو موجود في الدور الأرضي في منشية البكري، الفيلا أو منزل السيد الزعيم. المكتب الموجودين احنا فيه حاليا مقسم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول جزء الانتظار الخاص بالزوار اللي بيتفضلوا حتى موعد اللقاء، المكتب اللي احنا موجودين فيه، وملحق به الصالون الشتوي اللي كان السيد الزعيم بياخد فيه قراءاته في نهاية اليوم أو على مدار اليوم.
المكتب اللي احنا موجودين فيه شهد كثير من القرارات الحازمة والقوية للسيد الزعيم على مدار عمره الطويل. الخشب كله زي ما هو، الأجهزة زي ما هي، إن كان جهاز التلفزيون، جهاز الراديو، أجهزة تنقية الهواء السنترال الخاص بالسيد الزعيم. الغرفة الخاصة بالسيد الزعيم برضو احتفظنا بالتخليد والذكرى الخاصة بالسيد الزعيم في غرفة نومه، فهي على حالتها الأصلية، ما تغيرش فيها أي شيء، الأثاث زي ما هو. هنشوف فيها كمان التلفزيون الخاص بالسيد الزعيم، هنشوف السنترال الخاص بالسيد الزعيم في غرفة النوم، هنشوف فيها فلاتر هواء، لأنه السيد الزعيم كان مدخن، وفي الأيام الأخيرة من حياته تأثر كثيرا بالحالة الصحية، فنصحوا الأطباء بوجود فلاتر الهواء لتنقية الأجواء من حوله. مخلد متحف السيد الزعيم جمال عبد الناصر ذكراه ومحطاته السياسية الهامة، خلدنا برضو جزء أو جناح كامل عن الجوانب الإنسانية والاجتماعية الخاصة بالسيد الزعيم. فهنلاقي عندنا قاعة المقتنيات الخاصة بتضم صوره هو وزوجته وأولاده في مناسبات مختلفة، في المصايف، في حديقة منشيته البكري، في مواقف اجتماعية متنوعة، حتى العدد بيفوق المئات من الصور الخاصة بالحياة الشخصية للسيد الزعيم. هنلاقي كمان في قاعة المقتنيات الخاصة بعض الأشياء الخاصة به، زي ملابسه الخاصة به، قبعاته، أحذية، الكرافتات الخاصة به، بعض القمصان. كمان هنشوف الدبل الزفاف الخاصة به هو والسيدة تحية. هنلاقي برضو في القاعة دي الشطرنج الخاص بالسيد الزعيم، هو كان محب جدا لعبة الشطرنج، وهي لعبة الأذكياء اللي كان بيتميز بها السيد الزعيم. هنلاقي برضو ماسك للوجه والكف، كان الفنان جمال السجيني أخده للسيد الزعيم وعمله له مخصوص. هنشوف كمان العالم الثالث اللي تم بتكفين التابوت الخاص بالسيد الزعيم، وده كان ثالث عالم بعد ما الجماهير كانت بتنهال على التابوت عشان بس يتلمسوا اللقطات الأخيرة في حياة السيد الزعيم، فكان ده ثالث عالم تم تغييره على التابوت. وفي جناح مشهور أو محور رئيسي قايم عليه برضو فكرة إنشاء المتحف، وهو جناح الميديا، واللي بيضم قاعة حكاية شعب، ودي بانوراما عن فيديو كامل بمدته 4 أو 5 دقائق، بيبتدي من حريق القاهرة وحتى قيام الثورة. في لقطات سريعة بنقول للزائر اللي عندنا إحنا عندنا إيه في مصر، أو إيه أهم الأحداث اللي كانت موجودة في مصر. قاعة المقتنيات الموجودة بالدور الأرضي دي أحد المحاور الرئيسية لزيارة متحف السيد الزعيم جمال عبد الناصر، لأن إحنا بنشوف فيها أهم الهدايا والنياشين والقلائد الخاصة بالسيد الزعيم اللي تقلدها على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى الدول العالمية. فنلاقي مثلا وسام الاستحقاق، وسام النيل، دي من الأوسمة الشهيرة اللي تقلدها السيد الزعيم. كمان بنشوف في القاعة دي بعض الهدايا التذكارية اللي وصلته من دول متنوعة، كان منها مثلا علاقته بالملك فيصل رحمة الله عليه، ملك المملكة العربية السعودية، والإهداءات الخاصة بالخناجر والسيوف المقلدة أو المطعمة بالأحجار الكريمة وهي من الذهب الخالص. كمان بنشوف إهداء الملك فيصل للزعيم جمال عبد الناصر ضلع كامل أو شريط كامل من كسوة الكعبة. كمان بنشوف تكريم شديد للسيد الزعيم ومحبة فيه، أن بعض الدول أهدته مفتاح المدن الخاصة بها، زي مفتاح مدينة تعز باليمن، ومفتاح مدينة السلام بالمغرب. كمان بنلاقي في القاعة دي كتير من الصور التذكارية اللي بتخلد حياة السيد الزعيم، وصور تانية بتضم السيد الزعيم مع بعض الرؤساء وكبار الشخصيات. وتم افتتاح متحف الزعيم جمال عبد الناصر في 28 من سبتمبر عام 2016 بالتزامن مع الذكرى 46 لرحيله في البيت الذي كان منزله سابقا الكائن بمنطقة منشية البكري شرقي القاهرة. من متحف الزعيم جمال عبد الناصر، محمود العزالي لبرنامج مراسل النيل. قد ايه فعلا مشاهدينا روح المكان بكل ما فيه من علامات وذكريات بتحيي بداخلنا ذكرى وجود هذا الشخص في هذا المكان، انه الزعيم جمال عبد الناصر. هنروح مع حضراتكم لارقى احياء القاهرة، بيقع فيها قصر عائشة فهمي في الزمالك،
كتحفة معمارية وفنية فريدة من نوعها. عمليات ترميم قامت بيها وزارة الثقافة للقصر أعادت لي بريقه وأظهرت جمال تصميمه. قصر الأميرة عائشة فهمي كريمة علي فهمي باشا كبير يوران الملك فاروق من تصميم المعماري الإيطالي الشهير أنطونيو لاشاك، واللي صمم عدد كبير من قصور الأمراء والبنايات الشهيرة. القصر تم تخصيصه سنة 1975 علشان يكون مجمع للفنون، ومن يومها وهو بيعد منبر لبث الثقافة العربية في المجتمع. قصر عائشة فهمي واحد من أهم المعالم الثقافية والتاريخية البارزة، بني على الطراز الكلاسيكي، ويعتبره الفنانون التشكيليون منبراً لنشر الثقافة العربية بين المجتمع ونقطة مضيئة في تاريخ مصر الفني. القصر بنى سنة 1907 وبناه علي باشا فهمي اللي هو كبير يوران الملك في التوقيت ده. والقصر هو عاش فيه الفترة هو وزوجته الفرنسية، وبعد كده لما مات عائشة فهمي اشترت كل نصيب إخواتها عشان هي اللي تعيش في القصر. وزي ما احنا عارفين القصة التاريخية انها تزوجت من يوسف باشا وهبي، وبعد كده تزوجت من محمود شكوكو. بس المهم في القصر ده اللي انا دايما اركز عليه، ان القصر ده تم عمله كمجمع للفنون من سنة 1976. هو استقبل كل الفنانين المصريين، وهو شريك رئيسي واساسي وله الدور الاكبر في صناعة شكل الحركة التشكيلية المصرية. يعني كل المنتجين، منتجي الفن في الحركة التشكيلية المصرية، سواء من ينتجوا فن دلوقتي او من يديروها، هم خريجوا مجمع الفنون. هو صنع مجموعة ضخمة جدا، اسس لحركة تشكيلية كبيرة الموقع ده، لانه كان يعتبر الاوحد او الاهم على الاطلاق، واحنا بنستعيده دلوقتي بعد 12 سنة، قفل سنة 2005 وبيعاود ليقوم بنشاطه تاني ودوره تجاه الحركة التشكيلية المصرية. القصر يقع على مساحة تبلغ 2700 متر مربع، ويتكون من بهوين وبدروم وسطح. وقد تضمنت أعمال التطوير تحويل البدروم إلى قاعة عرض فنون تشكيلية. غرف القصر تتميز بتواجد لوحات من الحرير والكتان التي ليس لها مثيل على الإطلاق، بالإضافة إلى زخارف أوروبية على جوانب الحوائط تعطي شكلا جماليا مميزا. استقبلنا عدد كبير من الأعمال اللي هي موجودة في متاحفنا اللي احنا بنعرضها دلوقتي، زي بول جوجان الحياة والموت موجودة في العرض، زي فورمانتان لوحة الوراق، زي كلود مونيه وكاميل بيسارو، عندنا مجموعة بفاطيمة أنجر، عندنا مجموعة من أهم المقتنيات اللي ممكن يكون العالم كله يتمنى أنه يعرضها، هي موجودة على أرضنا وإحنا بنعرضها للجمهور المصري رقم واحد وللجمهور المهتم بالفن في كل الدنيا، علشان نؤكد إن إحنا دولة بتسترد عافيتها تاني. ويمثل قصر عائشة فهمي أحد أهم معالم حي الزمالك العريق، ليس فقط من الناحية المعمارية والأثرية فحسب، بل كونه أحد أهم منصات الفن التي انطلقت منها تجارب ومشاريع إبداعية مهمة. ويعود الآن للتأكيد على قوة مصر الناعمة وريادتها بطموح يسعى لمزيد من الزخم والحراك في المشهد التشكيلي، وتقديم تجارب ونجوم جدد. هذا القصر الذي يطل على نيل مصر واحد من أجمل بقاع الدنيا جمالا، يتزين بفن معماري فريد، ويحمل معه عبق رجال وسيدات عاشوا فيه وأثروا في تاريخ الحركة الفنية وتركوا علامات مميزة. لبرنامج مراسل النيل، محمد الخطيب. قد إيه مشاهدينا لما يكون في دايما عمليات ترميم وصيانة مستمرة بتعطي للأثر مزيد من الرونق والتميز. هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر خاص بتربية الحمام. الحقيقة تربية الحمام غية، وغية الحمام مش مجرد مكان فيه عدد كبير من الأصناف من هذا الطائر المسالم، لكنه عالم مختلف لقوانينه وكمان أصوله. قوانين بيلتزم بيها صاحب الغية بتحكم عالم هواة تربية طائر السلام. كاميرا مراسل النيل مع باسنت أكرم وأسرار تربية الحمام مع صاحب أشهر غية في مصر مجدي إسحاق الشهير بكوكا. المشهد الأكثر شيوعاً في منشية ناصر،
في الأسفل ستجد مختلف أنواع القمامة، وإذا نظرت إلى أعلى ستشاهد أغلى وأرقى أنواع الحمام. تضاد غريب دفعنا للتعرف أكثر على تربية هذا الكائن الذي وصفه البعض بأنه رمز الحرب والسلام. أول دور قام به هو نقل الرسائل قبل اختراع وسائل الاتصال، ولعل انفراد الحمام بخاصية رجوعه إلى المكان الذي تربى فيه مهما طال الفراق أكسبته انفرادا، لتصبح تربية الحمام غواية تنبت داخل صاحبها عشقا. أنا قلبي برج حمام، هجت حمام منه يلي عيني العلاقة بين الحمام وصاحبه علاقة خاصة لا يمكن أن تفك شفراتها من بعيد، لذا صدفنا كوكا أشهر عشاق تربية الحمام. مواصفات الحمام، الحمام من الأنواع اللي هي الطيور اللي هي الطيبة جدا، حنين لدرجة أن ممكن فرد الحمام لو مراته ماتت ممكن يموت بعدها بأسبوع بعدها بيوم. في حب عند الحمام غريب شوية غير البشر، فدي مواصفات كلها خلتني إن أنا حبيته. أولاً الحمام ما يخونش صاحبه. أنواع وألوان وأحجام لطائر الحمام، فأشهرها وأغلاها الصافي الذي يصل سعره أحياناً إلى 20,000 جنيه، وبالرغم من كونه يشتهر بالحنان ودائماً يستخدم للتعبير عن الحب، إلا أن تربيته تعتمد على القلب المقدام. ممكن ياخد معايا سنة تدريبات قلب المقاصك فيه، ويبدأ أن أنا أطيره في حاجة اسمها التماسي. التماسي دي اللي هي وقت الغروب، ده اللي هو الحمام الجامد قوي اللي أنا بثق فيه اللي هو بفتح له في وقت الغروب. ما هو في غواي كتير في مصر بس ما عندهمش حمام جامد. في ناس بيبقى دماغها جامدة قوي بتعرف تربي الحمام بتاعها كويس وتدربه كويس، فاللي قلبه جامد في الحمام بيتشهر ويبقى عنده حمام جامد. قلبك جامد عندك حمام جامد، قلبك ضعيف ما عندكش حمام. عادات وتقاليد وقوانين وضعتها الأسطح، فحرب الحمام شيء هام ومتعارف عليه، والتي بموجبها يقع الحمام أسيرا ولا يرد لصاحبه تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يختلف عن الرهان والسباقات. في عادات وتقاليد في الغية المصرية حاجة اسمها خصم. الخصم ده لو أنا مسكت فرد حمام من أي حد بقى ملكي، ولو هو مسك مني فرد حمام بقى ملكه. السباقات اللي احنا بنعملها دي اسمها رميات، المصطلح اللي هو بتاع الحمام بتاعنا اسمها رمية. الرمية دي بتبقى نظام عن أنا بجمع حمام من غيتي مثلا 200 فرد 300 فرد وباخدهم من منطقة تانية بطيرهم، بيتختم كل فرد بالختم في الديل بالختم باسمي أنا كوكا. شارك كوكا في مجموعة من المسابقات العالمية، فهو ترك الثانوية العامة وذهب وراء طيره المفضل، وهو لا يهدف للمكسب المادي بل ما زال لديه بعض الآمال الخاصة بهذا الطائر والغية باعتبارهم ثروة وجاذبين للسياح من كافة أنحاء العالم. وزارة الشباب تعمل لنا رابطة لغواي الحمام في مصر، تنظم لنا الرهانات حرب الحمام اللي احنا بنعملها. بالمناسبة في كمية شباب كتير جداً غواي حمام، والحمام بيلهينا عن حاجات كتير، عن سجاير وعن 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 حاجات إلخ. إحنا يعني أنا بطلع الغي هنا بنسى حياتي كلها وبنسى نفسي، مش بفكر في أي حاجة غير في الحمام. فبتمنى إن وزارة الشباب تعمل لنا رابطة لمشجعي الحمام وتنظم لنا الرهانات بتاعتنا. إني على فكرة غيتي دي بتجيلي سياح من جميع أنحاء العالم. أنا اشتركت في معرض بيتعمل سنويا، خدت كاس، خدت مركز أول كاس في الحمام الغزار. ده نظام معرض كل واحد بيودي فرد حمام بيكون شكله حلو وتقليبه حلو، نوع مثلا صافي مسود أبلق قطاطي ريحاني كده أي نوع. يظن البعض أن تربية الحمام شيء سهل، ولكن ما رأيته من مهارات ولغة في الاتصال ربما تثبت أن هناك عنصراً آخراً لا يمكن أن نعرفه إلا بالخوض في التجربة الخاصة في عالم تربية الحمام. بسنت أكرم، النيل.
مشاهدينا، ومن طائر السلام هننهي حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بكل سلام، وقد انتعشنا بمزيد من الطاقات الإيجابية المرسلة من هذا الطائر الجميل. إلى اللقاء في لقاء أسبوعي يتجدد مع حضراتكم كل يوم سبت.